شرح كنز المعاني في القراءات السبع، جامع المصرة في شواهد الشاطبية والدرة. والآن نترككم مع متن تحفة الأطفال. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني. فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي.